أهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم يتعلق الأمر بالجنرال مولاي حفيد العلوي الذي تصفه الأدبيات السياسية المغربية أنه أقل من جندي وأكثر من وزير، وهو الذي أرسى مراسيم البروتوكول المخزني لما نراه اليوم. إنه تجسيد كامل لشخصية غوبلز، يعني في إطار ألمانيا النازية على الطريقة المخزنية. غوبلز للإشارة هو وزير الدعاية الألماني الذي أرسل العديد من القواعد كيف يمكن أن يتصرف هتلر وسط الحشود الألمانية. نص صغير ولكنه عميق في دلالاته، هكذا يصفه الدكتور بلقاسم بلعوشي، يصف حفيد العلوي في كتاب بورتريهات رجال السياسة في المغرب الصادر باللغة الفرنسية عن دار النشر إفريقيا الشرق قائلا. يمكن أن تتمعنوا معي في هذا النص الصغير قائلا: لقد كانت لديه سحنة أحد الأشخاص SS، أي ضباط المخابرات الألمانية الجستابو أيام أدولف هتلر، بجمجمته الصلعاء، بجمجمة صلعاء ووجه أملط وعينين دائريتين خلف عدستي نظارة سميكتين وصوت كهفي، يعني نسبة للكهف، كأنه قادم من العدم. كان يتحرك مثل شبح، كان يتحرك مثل شبح صاهرا مثل عفريت على كل ما يقال ويفعل. كان بمثابة كاره للنوع البشري، بالنسبة للملك يتابع كل حركة أو كلمة تبدر من الملك، يتعقبه دائما. أكثر وصف إنه شخص بارد وبذهن متوقد، ينتبه للشادة والفادة، كأنه خارج للتو من عالم ميكيافيلي للمؤامرات الشيطانية تمر عبره ومن خلاله كل الأمور، وإذا ما نفذ أمرا فقد كان يفعل ذلك على طريقته الخاصة. انتهى هذا النص الصغير ولكن العميق بالدلالات. أعود يعني في هذا الوصف الموجز أنه كان يتحرك مثل شبح، أنه كان يسهر مثل عفريت، أنه كان كارها للنوع البشري، أنه كان يتابع الحسن الثاني مثل عقاب في كل ما يصدر عن الحسن الثاني أو يبادر إلى فعله، وكان شخصا بارد الأعصاب، يعني لا يهتم للقتل ولا يهتم لمن يذبح ولا يهتم لمن يرمى في غياهب السجون، يعني يتصرف ببرودة شديدة. وكذلك يصفه أنه يعني الغاية غايته تبرر لوسائله الشيطانية ومؤامراته الشيطانية التي ينسجها ويحبكها بصنائعه التي دأب عليها في دار المخزن، وكان يفعل ذلك يعني من إبداعه الخاص وعلى طريقته الخاصة. هذا الرجل الأصلع والأملط والرهيب الذي تصفه الأدبيات السياسية المغربية ولد سنة 1917 جنوب مراكش. هناك تعرض لطفولة صعبة جدا، إذ تعرض للاغتصاب وعمره 12 عاما، ثم أصبح ضابطا في الجيش الفرنسي، وفجأة قام انتفاضة سنة 1933، ثم تعرف إلى الحسن الثاني في خطاب طنجة سنة، يعني خطاب محمد الخامس بطنجة سنة 1947، وكانت المناسبة أنه تعرف على الحسن الثاني
يعني عن طريق أحد أصدقائه. أصبح باشا لمدينة سطات لمدة طويلة، يعني بإعاز من طرف تهامي القلاوي، ونكل بالمقاومين المغاربة بشكل كبير جدا، وكان لا يثق فيهم. بل أكثر من هذا، أنه جمع توقيعات مع الباشا القلاوي سنة 1953 من أجل إزاحة محمد الخامس عن السلطة وتعيين بن عرفة. ورغم ذلك أنه لم يتعرض أو لم تتعرض أملاكه ولم يمس إلى المصادرة بقانون الذي صدر سنة 1958، قانون يعني الخونة أو ما إلى ذلك كما يعرف سنة 1958. أصبحت له وزارة على مقاسه، وزارة التشريفات والأوسمة، منذ سنة 1963 إلى سنة 1998، يعني مدة طويلة تقدر ب 25 سنة. كذلك أنه هو الذي أتى بفكرة هذه المراسيم، يعني مراسيم ديال الخنوع ومراسيم الإدلال والمهانات، حيث كان يمر القطار الداهم من طنجة من الرباط إلى مراكش، وكان في كل محطة إذا كان الملك الحسن الثاني يمر به أن يتعرض القطار أو المواطنين للسجود أو لتحية الملك، رغم أنه بعيد جدا عن جموع المواطنين. هذا الرجل الخطير هو صاحب فكرة تزمنمارت، وهو الذي أوحى للحسن الثاني بمعاقبة المتورطين في انقلاب 1971 و 1972، وكذلك في الانتفاضة ديال 1965، بمعاقبة هؤلاء المتورطين بشكل رهيب جدا. وهو صاحب فكرة معتقل تزمنمارت، وهو الذي عين المدير سجن تزمنمارت، الذي كان لا ينصاع لأوامر أي أحد في المغرب إلا للجنرال حفيد العلوي. حفيد العلوي كما قلت سابقا أنه أقل من جندي، وكان يغضب كثيرا من سماع هذا القول، أنه أقل من جندي وأكثر من وزير. أقل من وزير، أقل من جندي، تعني أنه فقط كان ضابطا وجنديا لدى القوات الفرنسية، ولم يكن له إرث أو باع طويل أن يشارك في الحرب العالمية الثانية أو لندوشين كباقي الجنود المغاربة والجنرالات المغاربة. وأكثر من وزير، لأن الحقيبة التي تحملها يعني وزارة التشريفات والأوسمة هي التي كانت تتحكم في كل شيء، وهو الذي كان يصدر الأوامر، وكان عقابا يعني طير من العقاب، ينظر بشكل قوي لكل ما يريده الملك. أكثر من هذا، أنه كان شخصا خنوعا، بمعنى خواف، كان خنوعا يطبق الأوامر بحذافيرها، بل ويجتهد أكثر في تطبيق هذه المراسيم وهذه البروتوكولات المخزنية، لدرجة أن الوزراء والمثقفين وكل من كان يحضر للقصر الملكي أو يتابع أنشطة الملك كان يصاب بالغثيان من يعني أنه كان يعامل الوزراء مثل تلاميذ في صف التحضيري، وكان يقلق الكثيرين بل ويعاقبهم على تصرفاتهم، وكان دائما الحيطة والحذر. في وزارته التي قيست على مقاسه طبق فيها تعاليم صارمة تحت يافطة إهانة الجميع وإدلال الجميع والمهانات الكبرى للوزراء، حيث يعني كان هذا الإدلال يسعى بنوع من الحط من كرامة الوزراء ومن كرامة الزوار، ولا يلتفت إلا لقراراته كما يراها هو. خلف هذه القرارات كانت له علاقة مع الكثيرين
من الذين يعني الذين يريدون الوصول إلى مناصب عليا أو سامية، ولذلك جنى ثروة طائلة تحصل عليها، فقد وجدت بمنزله الريال الحسني الذهبي من عهد المولى الحسن الأول، وكذلك فضة يعني عملات فضية من عهد محمد الخامس، وكذلك وجد به الذهب وعقارات وأملاك وما إلى ذلك. سنة 89 حين توفي أن هذا الرجل جمع ثروة طائلة تحصلت على الدول المغربية في على شيء منها وبقية أملاك أخرى لعائلته. يعني لا كونكليزيون جينيرال ديال هذا السيد أنه ينتمي إلى صنف العائلات المغربية ذات التلونات الحرباء التي أقل ما يمكن أن نصفها أنها حرباء تغير من لونها ومن جلدها ومن الظرفيات التي تتماشى مع مصالحها، بمعنى أنه كان من العياشة الكبار في النظام المخزني بين 1963 1989. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة. كل المنى شكرا لتفاعلكم، لتعليقاتكم، لتوضيحاتكم، ويعني لاقتراحاتكم الجميلة. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم وألف تحية وسلام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.